بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في مدونة وموسوعة التقنية. نبدأ الآن على بركة الله بالدرس الأول من مجموعة دروس وشروحات كيف تصمم موقعك باحتراف باستخدام جملة. الآن قبل أن نبدأ بتصميم الموقع، يجب أولا أن نتأكد من تنصيب وعمل سيرفر محلي، يعني داخلي عندنا الكمبيوتر. وسيكون بإذن الله درسنا الأول. والآن يجب أولا تنزيل البرنامج والذي اسمه أب سيرف كما أنتم تشاهدون الآن معي، وسأقوم بوضع كل الروابط التحميل مباشرة في موقعي. عند انتهاء التحميل يكون لدينا هذا التطبيق. أولا نقوم بالضغط عليه ونتبع الخطوات التالية. نضغط على نعم و للسماح لويندوز بتنصيب البرنامج في الكمبيوتر، ثم نقوم بالضغط على next. I agree، موافقة. هنا يمكننا أن نحدد أو أن تحدد أن أين سيكون تنصيب البرنامج، في أي بارتيشن، يعني في السي أو في الدي داخل وضمن كمبيوتر تاعك. ويفضل أن يكون في السي، ونترك سي أب سيرف. نضغط على next. هنا يجب أن نحدد جميع الإضافات كما هو مبين، حددها ثم نضغط على next. هنا يجب المحلي، أو قد يكون تسميته أنت باسم موقعك الخاص، وفي حالتنا هذه نكتفي باسم local host، ثم نقوم بإدخال الإيميل. ونترك البورت بار ديفو، يعني في 80، ونضغط على next. هنا يجب أن نسجل كلمة السر للروت، والتي سنحتاجها عند إنشاء قاعدة البيانات في MySQL Server وإعادة إدخالها من جديد. سأقوم بإعطاء مثلا رقم السر، ويجب أن يكون قابل للحفظ، يعني ما ننساهش. ثم نترك الكاركتر يونيكود في UTF-8 يونيكود، التي تدعم العربية بالطبع، ثم نضغط انستال. ننتظر حتى يتم تنصيب جميع البيانات. نقوم ب start apache and start mysql، ونضغط على finish. لكي نتأكد من أن البرنامج قد تم تنصيبه بنجاح، نقوم بالعملية التالية. نذهب إلى الكمبيوتر السي، لأننا تم تنصيب البرنامج في السي. نلاحظ هنا أب سير، نضغط عليها، من ثم نتأكد بأن جميع الفايلز يعني تم تنصيبه بنجاح. ثم نقوم ب نذهب إلى المتصفح ونقوم بكتابة local host، هو اسم سيرفر اللي انشأناه في مرحلة التنصيب. نضغط على نعم، تفتح معنا هذه النافذة. هنا يمكن أن
نقوم بإنشاء قاعدة البيانات بإعطاء الروت تأكدنا بأن تم إنشاء سيرفر محلي في الكمبيوتر الشخصي بنجاح، وإلى اللقاء إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله.